اساسيه عاليه، اهم ما في البطوله جمهور. هل انت اطمنيت سيادتك على تذكرتي وملء استادات بخلاف الثلاث مباريات بتوع منتخب مصر؟ بص انا عايز اقول لسعادتك حاجه، دي ليها يعني احنا بناخد اجراءات، في اجراءات اتعملت. احنا اللجنه المنظمه من ساعه ما كلفها سياده الرئيس وزاره رئيس الوزاره ومتابعه جيده ليها اتقسمت، وكل واحد عارف شغله بيشتغل ايه وبيعمل ايه. ما تقلقش خالص بالتامين، انا واثق جدا في الشعب المصري وواثق جدا في ان هو في الحالات اللي زي دي بيعمل ايه. وانا شخصيا رحت نهائي افريقيا اكتر من مره وشحضرت افريقيا هنا في شفت الجمهور ووعيه ازاي وازاي هو بيحافظ على الحاجه ويبقى هو سعيد جدا هو موجود ورايح رحله عائليه. احنا عايزين نرجع الكلام ده للماتشات، عايزين بدايه الروح الجديده والولاء للبلد. عايزين نستغل ان شاء الله يعني المحفل ده الرياضي ده ننمي الانتماء ونكون الشباب عندنا الشعب المصري ونزيدوا اكتر ارتباط بالدوله، وان شاء الله المنتخب المصري يعني ان شاء الله يشرفنا وياخد البطوله. وبغض النظر برضو ان شاء الله الشعب المصري هيطلع من البطوله دي مرحله جديده ان شاء الله ننميها وتبقى احسن بكتير جدا. يمكن لغايه دلوقتي في ناس ما وصلتش للمستوى اللي احنا وصلنا ليه، فده يعتبر انجاز واعجاز من ضمن الحاجات اللي العالم كله بيشوف مصر والقياده السياسيه بتعمله في مصر. يعني من اول ما بدات سيادته الفتره الاولى لغايه دلوقتي كل عمل بيتعمل بينه هو عمل انجاز غير طبيعي وغير مسبوق. اللي اتعمل النهارده اللي انا شفته النهارده، انا جيت قبل كده السويس مع دوله رئيس الوزاره وقعدنا السيد الحافظ الوزير ومشينا وشفنا. انا جاي الاستاد النهارده الوضع مختلف تماما من جوه الاستاد. انا بقول لهم رحت استادات عالميه وشفت بالداخل وغرف اللعيبه وكلام زي كده لا تقل نهائيا عن الغرف الموجوده في الاستادات اللي موجوده في دول العالم. انا شايف اللي حصل في الفتره الصغيره دي على المستوى الداخلي والخارجي، وانا جاي انا شايف طبعا الخارجي ولسه هنطلع ان شاء الله نتفقوا سوا، لكن انا شايف اللي جوه لغايه دلوقتي حاجه رائعه جدا. مستوى التجهيزات اللي اتعملت على المستوى الامني والمستوى الطبي ومتابعه السيد المحافظ الوزير ليها بصوره جيده والناس المسؤوله عنها بمستوى جيد، بصراحه حاجه يعني تشعرنا بالفخر. ان شاء الله باذن الله تتم على خير ان شاء الله.